Hello, everyone. Hello, Mr. Jolly. Let's today continue our lesson about phonics. Look and listen. So let's do this page today on your pupil's book on page 97. Okay, MS? يلا أشوف مين يذكرني بصوتنا اللي كانت حصتنا كتير حلوة ولساتنا هاي بدنا نكملها. صوتنا هو كان E double E مكتوبين E. Okay, نذكر يلا أشوف what are these? Their feet. Feet. صح قدمين. صح والمرة الماضية حكيت لكم لما تكون نحكي عن قدم واحدة بنحكي one foot. One foot. صح؟ لكن بصيغة الجمع more than one foot أكثر من قدم واحدة، قدمين، ثلاث أقدام، أربع أقدام، أكثر، المهم more than one يا مس بتصير عندي بصيغة الجمع feet. Feet. اوكي بلورال، احنا لما تحكوا بلورال ممكن بخطر ببالك بدي اضيف اس الجمع، لكن باللغه الانجليزيه يا مس دائما بحكي لكم في كلمات شاذه اوكي بتدلل حالها مدلله، ومنها هاي الكلمه مدلله حالها انه بصيغه الجمع بدي انا شكل ثاني الي بالاملاء واللفظ. فوت فيت، نركز على كلمتنا معناها، بس احنا بدنا هذا الصوت اي فيت. اوكي حلوين، شو رايكم تسمعوها من المسجل؟ عيد وراء. Please repeat, listen, and repeat after it. Yeah, yeah, حلوين. Pupil's Book, Unit 9, page 97. Phonics. Look and listen. E. Feet. E. Feet. E. Feet. Good. Okay, now let's do activity number one. Look and say. So what are these? Their feet. Good. What is it? It's a sweet. Good. Look at this girl. What is she doing? She sees something. قاعدة بتشوف إشي صح؟ هي مقربة إيدها على عيونها. See. يرى. ترى. See. E. Good. Look at this color. What is it? Green. Green. Do you like the green color? حلو كتير على فكرة يا مس، ألوان الطبيعة صح؟ I like it very much. أنا كتير بحبه على فكرة هذا اللون. Okay, look at this boy. خش خش. Closing his eyes. مغمض عيونه معناته خش خش خش. Sleep. نايم صح؟ صح. He is sleeping. Good. Excellent. Sleep. And look at this picture. It's a tree. And what color is it? It's a green, okay? Green tree. It's a green tree. Good. Now let's move to activity number two. Listen, read, and say. قبل ما نسمع يا حلوين من المسجل شو بيحكي لنا، خلينا هيك نلقي نظرة سريعة على هاي الصورة. What can you see in this picture? شو شايفين؟ يلا شوف. We can see a monkey. A monkey, صح؟ شماله closing its eyes معناته خش خش خش. Sleeping. The monkey is sleeping. نايم على الشجرة صح؟ على غصن أغصان الشجرة. So the monkey is sleeping in, on the branch in a tree. صح؟ Or in the branch of a tree. Good. And look, we have sweet. A sweet. خلينا نشوف شو هنا هلأ ممكن يحكينا عن هاي. ممكن هيك شي حلو صح؟ هلأ نشوفه. طيب شو رأيكم لأنه كلمتنا feet نطلع وين ال feet لإله للمونكي؟ Where are the monkey's feet؟ بصراحة وأكيد أنتوا رح تأيدوني، the monkey's feet هيهم، أنا بدي أشرح لكم عليهم. This is one and this is two. One foot, two feet. صح؟ ليش يا مس؟ لأنه هاي ذراع، هاي نايم هو على إيد واحدة، أوكي؟ على هال to, on its hand. وهي ذراعه الثاني وهي ايده الثانية، معناته صفوا هذول الليجز صح؟ وهذول الفيت، صح يا مس؟ أكيد بتأيدوني، معناتها يلا يا مس متحمسين نسمع شو بيحكينا عن المونكي أو شو بيحكينا أصلاً، يلا. Pupil's Book, Unit 9, page 97. Phonics, Activity 2. Listen, read, and say. Can you see a green tree? And a monkey's pink feet. It sleeps in that tree
with a cake and a sweet. Aha, معناها cake هاي طلعت. Okay, stop, please. Okay, so can you see a green tree? بيسألك يا مس بتقدر تشوف a green tree بالصورة؟ طبعا شايفين صح يا مس؟ يلا احكوا. Yes, I can. I can see a tree. I can see a green tree. What color is it? Green. I can see a green tree. صح يا مس؟ شطورين. طيب شو كمان بيحكي لي بالسطر الثاني؟ And a monkey's pink feet. وكمان أقدامه لونها زهري. إحنا طبعاً عرفنا إنه هذولا these are the monkey's feet. ولونهم بيحكي عنهم pink. Okay. المهم إنهم yes I can see the monkey's feet or the monkey's pink feet. صح يا مس؟ شطورين. شو كمان بيحكي لي line 3 in line 3 it sleeps in that tree. It خليها ببالكم، خليني حابة أحكي لأنكم متميزين أحكي لكم شغلة. بدل ما أحكي كل شوي monkey monkey monkey، طبعاً في ضمير بدي يكون مناسب عن المونكي ولأنه one monkey حيوان one animal، فبحكي عنه it. It excellent ومرت علينا، بس بحب هيك نأكد المعلومة. زي ما نأكد على معلومة one boy. شو بنحكي عنه بالضمير هيك؟ He excellent he. يلا one girl. She excellent. يلا هاي لمعلوماتكم يا حلوين. بس هلا it sleeps إنه هذا المونكي sleeps in that tree نايم بالشجرة with a cake and a sweet. صح وهيو جنبه الكيكة والحلوة هاي. صح إحنا بنعرف إنه المونكي شو ماله the monkey likes bananas very much كتير كتير بحب أكتر شيء الموز. صح بس أنا ما بعرف بحب الحلو والكيك. شو رأيكم تسألوا ماما وبابا المانكي بيحب الحلو والكيك؟ يلا اسألوا لي اياهم. اوكي وخلينا نروح على الورك بوك الاكسرسايز. Let's move to the exercise of your workbook on page 87. طبعا as usually طبعا هذا التمرين كتير حلو وسهل. رح نكتب صوتنا اي رح نكتب please write down the words. اوكي اوكي يلا عليكم خليه هوم ورك. طبعا هون نفس الشيء بيحكي لي طبعا نمبر 2 ريد بعدين اقراهم. مش غلط يا مس دائما بحكي لك اسمع صوتك اسمع صوتك بالكلمه وباللفظ لازم يكون صحيح لفظك ولازم نمارس شطورين. نمبر 3 سيركل ذا ووردز رد اطلع عليهم. طبعا شايفين احنا 2 سنيكس هيهم. اوكي كل ما تشوف كلمه من الكلمات اللي اخذناهم بدرسنا فيهم ايه اعمل لي اياهم سيركل. وهذا كمان عليكم يا حلوين شطورين. أنا رح أعمل معكم exercise number 4 complete the sentences use the words in the snakes. يعني الكلمات اللي طلعوا معك هنا بالsnakes اللي هم درسنا عن الأصوات اللي هم رح نستخدمهم في إجابة هذا التمرين. number 1 I can see a monkey. صح أنا بقدر أشوف monkey. صح good see. number 2 The monkey is sitting in a tree. Tree. صح؟ جالس عبي الشجرة. Number 3. I sleep in my bed. أنا بنام بسريري. صح يا مس؟ مزبوط. I sleep in my bed. Number 4. I have got a lollipop and a sweet. صح؟ Do you like lollipops and sweets? تديروا بالكم على أسنانكم صح؟ شطورين. Number 5 An elephant has 4 big feet. الفيل عنده 4 أقدام كبيرة صح؟ feet An elephant has 4 big feet. أوكي حكينا بصيغة الجمع وعرفنا شطورين. وآخر جملة عندنا يا حلوين اللي هي This crocodile اللي هو التمساح يا مس is green. تمسح شو لونه يا حلوين؟ green صح؟ اخضر صح؟ شطورين. وهيك بنكون كملنا درس الاصوات واحنا مستمتعين مع بعض ومبسوطين من بعض ومكيفين على بعض كتير كتير وانا كتير بحبكم I love you. ما تراكموا اشي على حالكم. هلا بنهاية الفيديو هاد بتفتحوا صفحة الworkbook on page 87 and please do it. اوكي؟ وعد يا مس؟ excellent. goodbye. goodbye for now.